الى اليك. نرجعلكم شباب. ووصلت عندنا النجمة مي عمر، نورت الدنيا مي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي شايفه الليفندر كاربت والجوي اووردز؟ لا مبسوطه قوي، والاجواء حلوه قوي، وفيها بوزيتيف انرجي رهيبه، والتنظيم رائع رائع. النهارده يا مي جايه باطلاله يعني ملكيه، راقيه جدا. اسمحي لي اعرف مين اللي اهتم بالاطلاله، لابسه مين النهارده؟ انا النهارده لابسه انطوان كارح، والستايلست بازانت موسير. يا سلام. الميك اب ليان. Looks amazing. Thank you so much. الناس بتسأل محمد سامي ما جاش ليه؟ محمد سامي في دبي عنده شغل. مي بعد نجاح رمضان الماضي هنشوف مي رمضان الجاي ولا لا؟ أنا محضرة لكم مفاجأة بس مش هينفع أعلن عنها دلوقتي. لا لازم نعرف. أنا قلت إن في مفاجأة، أول مرة أقول إن في مفاجأة. مفاجأة. طب 30 حلقة 15 حلقة عبارة عن إيه؟ مش هنتكلم. مش قادر اقول. احنا مبسوطين بيك يا مي. ان شاء الله تستمتع بالحفل، وبيست اوف لك. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو مي. ثانك يو.